اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5، مستنيين كل اتصالاتكم على 236 الاس ام اس على 92173 والخط الارضي على 0900936. بفكركم بس ان الاعاده اتغير ميعادها، بتاعت بالليل ما بقتش الساعه 1، بقت الساعه 2:30، واعاده الصبح الساعه 7 لسه زي ما هي. النهارده الحلقه مخصوصه عن الدونتس، هنعمل نوعين من الدونتس، هنعمل نوع مخبوز في الفرن وهنعمل النوع التقليدي اللي هو المقلي في الزيت. هنبدأ بالمقلي الأول. 3 كوبايات دقيق أبيض، 3 معالق صغيرة بيكنج باودر ممسوحين، رشة ملح، جوزة الطيب أو فانيليا أو قرفة، وبقول أو عشان الناس تستخدم اللي هي عايزاه، ولازم نعرف ان الرشه اللي بتتحط مع البيض سواء كانت جوزة الطيب او قرفه او فانيليا ما بيبقى لهاش طعم واضح، لكن بتخلصنا من الزفاره. استخدموا اللي انتوا عايزينه، حتى بشر الليمون وبشر البرتقال ينفع. بعد كده عندي بيضتين، 2/3 كوبايه من السكر الابيض العادي مش بودره. بعد كده عندي 3 معالق كبيره زبده، 1/2 كوبايه من اللبن الرايب او اللبن العادي، لبن الحليب او الزبادي، التلاتة هينفعوا مفيش مشكلة خالص. بفكركم دايما ان احنا بنعاير بنفس الكوباية اللي بنعاير بيها، عايرنا بالمعيار يبقى بالمعيار، بكوباية عادية يبقى بكوباية عادية، بثبت العيار، بثبت الكوباية. بعد كده عندي صوص للوش، عندي عبارة عن كوباية من الزبدة في درجة حرارة الغرفة، كوباية من اللبن، معلقة صغيرة من الفانيليا، كوباية من الشوكولاتة المبشورة أي نوع أنتوا عايزينه سواء كانت خام أو غيره، وكوبايتين من السكر البودرة المنخول. أوكي، نقول بسم الله ونبدأ كالعادة. بخلط الأول المقادير الجافة مع بعضها، اللي هي الدقيق، رشة الملح، البيكنج باودر، وهنا هياخد في العجان السكر معاه البيض معاهم الفانيليا، ونخلط بسم الله. هجيب معلقه، اتاكد الاول ان انا خلطت كويس قوي البيكنج باودر مع الدقيق مع رشه الملح، وهنزل نص الكميه مع البيض والسكر والفانيليا. بعد ما البيض لونه فتح شويه، يعني اتضرب مع السكر ولونه فتح شويه، ادي نص مقدار الدقيق زبده، مكعب مكعب كده، واستنى اهدى شويه لحد ما المكعب ياخد وقته، لبن حليب او لبن رايب، او زبادي اللي موجود عندكم في البيت كله نفس المقدار. بقيت مقدار الدقيق واخلط كويس جدا، وبعد كده هسيبها ترتاح 10 دقايق، هي ما فيهاش خميره، دي الدونتس السريعه اللي هي من غير خميره، فانا مش هسيبها نص ساعه ساعه لحد ما تخمر، انا بس هسيبها 10 دقايق ترتاح. بعد كده بفردها، وبعدين ببتدي اشكلها، وبعد التشكيل يفضل برضو ترتاح شويه من 5 ل 10 دقايق، وبعدين ابتدي اقليها في الزيت. ادي العجينه كده ما فيهاش ضرب كتير قوي، يعني مش زي العيش ومش هضربها لمده 5 دقائق ولا حاجه. بعد ما ترتاح ال 10 دقائق ده هيبقى شكلها اهي، عجينه مرتاحه
نجيب لها بقى رشة دقيق خفيفة جدا. من تحت ومن فوق. وبعدين بالنشابة أفرد. بسم الله. السمك قد إيه؟ السمك نخلي بالنا إن هي مش هتزيد مش هتتضاعف في السمك، صحيح، لأن مفيش خميرة، لكن في بيكنج باودر، فأول ما هيلمس النار هيطلع شوية، هينفش. فأعمل حسابي إنها لسه إيه؟ هتعلى. أوكي؟ أهو. تمام؟ وبعدين بقطاعة الدونتس موجودة عند المحلات والسوبر ماركت، ما عندناش هجيب قطاعة أو بولة أو كوباية مقلوبة وابتدي أقطع بيها الدونتس. بقطع أصغر أو غطى إزازة للي ما عندوش يعني قطع. ناخد الجزء اللي في النص ده، والجزء اللي في النص ده على فكرة ما بيترميش، يا إما بنقليه يا إما بناخده نلمه تاني مع بواقي العجين، لم بس من غير عجن، وبعدين نسيبه يرتاح ونفرد ونرجع تاني نعمل منه دونتس. أوكي؟ دي كمان لازم ترجع ترتاح 10 دقايق حتى لو ما فيهاش خميرة، أي عجينة أشتغل بيها لازم أريحها شوية. أوكي؟ كل ما العجينة تكون مرتاحة، كل ما المكان اللي أنتوا بتشتغلوا فيه ما يكونش سخن قوي زي المكان عندنا كده، كل ما النتيجة بالنسبة لكم تكون أحسن. شكرا. وآدي بقية العجينة، ما تترميش طبعًا، هتتساب ترتاح وترجع تاني إيه؟ نشتغل بيها. الزيت المفروض يكون زيت درجة حرارته وسط، يعني لا هو عالي قوي قوي فيحرق لي الدونتس بسرعة من بره من غير ما تستوي من جوه، ولا هو هادي قوي فأنزل الدونتس واسيبها تشرب زيت لحد ما تاخد لون وتستوي. وسط. تعالوا نجربه الأول، ممكن حتى نجربه بالوحدات الصغيرة اللي عندنا دي. بسم الله يا مدام يسر. صباح الفل. صباح القشطة والجمال. ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ تسلم الايادي، وكل سنه وحضرتك طيبه والف شكر. ازيك؟ عامله ايه؟ طيبه حبيبه قلبي. اخبارك ايه مدام يسر؟ الحمد لله يا روحي، الحمد لله. انت عامله ايه؟ وحشاني. انت اكتر كتير جدا. اخبارك ايه؟ مادموزيل لوجي عايزه اتكلم حضرتك. ده شرف ليا. يا لوجي. لوجي يا حبيبتي. الو لوجي، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويسه. بتحبي الدونتس؟ اه. طب هتعمليها وتجربيها وتقولي لنا ايه الاخبار ولا هتكسلي؟ لا هعملها. خلاص اعمليها يا لوجي وكلميني بكره قولي لي كده طلعت ايه. خلاص هستنى تليفونك. انا كمان بحبك قوي قوي. تسلمي لي يا حبيبتي، وهستنى تليفونك بكره تقولي لي الدونتس اخباره ايه. بصوا درجة الحرارة وسط ازاي اهو، بحيث بصوا بدأت تنفش كمان ازاي، شايفين الفقاعات بتاعتها دي اهي بدأت تنفش ازاي، ده عشان البيكنج باودر. وهرجع تاني اعيد ان دي الدونتس السريعة اللي هي بالبيكنج باودر مش بالخميرة، فزي ما انتوا شفتوا كده بسرعة جدا خلطنا كل المقادير مع بعضها وما بتاخدش عجن كتير، وبعدين نزلناها سيبناها ترتاح وبعدين فردناها وشكلناها وهنسيبها ترتاح مره كمان، كل واحده كل راحه كده 10 دقائق، وبعدين نبتدي نقلي في زيت متوسط الحراره. وطول ما انا بقلي باخد ايه؟ تقليب. ليه؟ عشان اضمن ان كل الاتجاهات بتاعت الدونتس تستوي ونص الدونتس كمان يستوي. وبصوا دي اهي، دي نص الدونتسيه، انا هقليهم كلهم مش هسيبهم اهم، ودول بيبقوا لطاف جدا بوبس كده، وبعدين بعد ما يطلعوا هديهم سكر بودره وقرفه فيبقوا قطع كده صغيره، بيبقوا لطاف جدا برضو يعني ما يترموش ابدا. اللي مش عايزهم زي ما اتفقنا هنلمهم تاني مع العجينه ونرجع نفردها مره كمان
ونشكل منها. وزي ما قلت لكم انا ما رضيتش استخدم القطاعه بتاعه الدونتس عشان تعرفوا ان الموضوع سهل، باي قطاعه بكوبايه مقلوبه، واللي في النص دي باي حاجه صغيره عندي حتى لو غطاء ازازه، ازازه ميه. يا مروه. ايوه ازي حضرتك؟ ازيك يا مروه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله، بحب حضرتك جدا. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. امور يا مروه. عايزه طريقه البيتزا. حاضر، عينيا. معلش يا رضوى تكتبوا بس، انا اسفه. معلش، انا عارفه ان انتي لوحدك بس اهو الريحه طبعا مش عايزه اقول لكم ازاي خطيره. طيب العجينه دي ينفع اشيلها في الفريزر؟ ينفع. ينفع اشكلها واشيلها في الفريزر واطلعها اسيبها تهدى، مش تفك تماما لكن تهدى، وبعدين ابتدي اقليها واحط على وشها الشوكولاته او الجليز او سكر البودره او ايا كان. طيب ينفع بعد ما اقليها ادخلها الفريزر؟ ينفع. اقلوها ودخلوها الفريزر بس تكيس كويس جدا، تقعد اسبوعين ثلاثة في الفريزر، تطلع تهدى وممكن تتسخن، وبعدين ترجع نحط عليها الجليز بتاعها او الشوكولاتة او السكر او ايا كان. يعني لطيفة جدا كمان للمدرسة طبعا، عشان الولاد ياخدوا حاجة كده مضمونة ولطيفة. بس انا بفضل ايه؟ انا بفضل اشيلها عجينة ولما اطلعها ابقى اقليها. ليه؟ لانها بتبقى سخنة وفريش كده ولسه مقلية حالا، ولطيفة اكتر كتير من اللي بتتشال مقلية في الفريزر. لكن برضو تبقوا عارفين انها تنفع مش ما تنفعش. بصوا انا بقى طول ما انا بتكلم معاكم بقلب عشان اخد سوا من كل الاتجاهات متساوي، ونص الدونتس يكون مستوي. طيب حاجة تانية بنزل كده في الزيت طول ما انا شغالة، لان هي كل ما بتستوي كل ما بترتفع على السطح، لا انا عايزاها تبقى واخدة حرارة من جوه، فبفضل اضغط عليها كده. تالت حاجة قبل الفاصل، بصوا هي ازاي عليت، بصوا عليت ازاي، دي بيكنج باودر بس من غير خمير. اطلعوا فاصل وارجعوا لنا، انا مش هعمل اي حاجة غير اني هكمل قلي في دي لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه والسوى من النص، ونرجع نكمل مع بعض. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. بصوا الصغيرين دول كانوا كتير قوي، انا اكلت ثلاث ارباعهم واحنا في الفاصل لانهم طالعين سخنين. فبعمل ايه؟ بحط كده في السكر البودره. نوع حاجه رهيبه. دول بتوعك؟ متاكده؟ ما ينفعش اتنين؟ حلوين، حلو قوي قوي بجد. سريعه جدا، خفيفه جدا، هشه جدا، مستويه ممتازه. اللون اللي احنا محتاجينه ايه؟ هو ده اللون اللي احنا محتاجينه من الناحيتين، ونتاكد ان اللون في النص هنا نفس لون فوق وتحت. ليه؟ لانه لو هنا فاتح وهنا اللونين اتاخدوا مظبوط، يبقى النص لسه ما استواش. فالنار تبقى متوسطه، بقلب كتير جدا، بغطس الدونتس طول ما انا بقلي عشان اتاكد انها تستوي من جوه. طيب دول عشان لسه سخنين حالا، سكر بودره، قرفه طبعا، اللي مش عايز قرفه ما يحطش عشان ما حدش يكرهني، اللي مش عايز يحط قرفه ما يحطش، بس انا بالنسبه لي سكر وقرفه هما الحل الممتاز اهو. وبعدين على الوش، لماذا يا هذا؟ على الوش وهي سخنه كده نقوم واخدين ومنزلين كميه محترمه لانها سخنه، فهتشرب شويه وشويه هيتفضلوا برضو مستنيين لسه ايه على الوش اهو. سكر بودره وقرفه، او سكر بودره بس. يبقى احنا عملنا الدونتس السريعه والسهله اللي هي بالبيكنج باودر، وعملنا لها اهو اسهل حاجه السكر والقرفه. طيب في الشباب ربنا يديهم الصحه كانوا مجهزين لنا نسخه مقليه اصلا اهي دي، فممكن نعمل فيها ايه؟ ممكن نعمل فيها مسيحين شويه شوكولاته بيضه وشويه شوكولاته باللبن، شوكولاته عاديه خالص. جبت بوله حطيتها فيها من غير اي اضافات وكله ناشف، وجبت حله حطيت فيها شويه ميه سخنه وحطيت البوله فوقيها وقعدت اقلب لحد ما ساحت. دي باللبن، شوكولاته باللبن مش خام، ودي شوكولاته بيضه عاديه خالص. استخدموا اللي انتوا عايزينه يعني، بس انا بقول لكم احنا مستخدمين ايه عشان عارفه ان انتوا بتبقوا عايزين تعرفوا.
وبعدين هقوم واخدين الدونتس كده، دي دافيه يعني مش سخنه، والمفروض انها ما تكونش سخنه، والشوكولاته كمان ما تكونش سخنه. ليه؟ عشان ما تسيلش معانا، تعمل طبقه زي ما انتم شايفين كده، مش تعمل مش تسيل بقى وتبقى خفيفه خالص لو هم سخنين. الدونتس دافيه عشان نستمتع بيها برضو لسه وهي دافيه، ما تبقاش بردت، والشوكولاته تكون هديت. كده، وبعدين ننضف ايدينا الاول، وبعدين نعمل في الشوكولاته البيضاء عشان بس ايه ما ندخلش الالوان في بعضيها. اهو نفس الكلام اهي، مفيش اي اضافات على الشوكولاته يا جماعه خالص. شوكولاته في بوله تحت ميه بتغلي وشكرا. مايكروويف، يبقى 30 ثانيه في المايكروويف. اهي الشوكولاته لما بتاخد حراره زياده عن اللزوم بتتحرق، ولو اتحرقت ملهاش حل، فبالهداوه يعني. وممكن طبعا نقوم جايين كده على اتنين من دول، واخدين من الشوكولاته الثانيه زي الحاجات اللي بنجيبها من بره اهو كده اذا حبيته، والعكس بالعكس. بس كده خلاص الموضوع خلص. يا ام محمد اهلا وسهلا، ازيك يا ام محمد؟ استاذ اميره معلش انا حسيت اسئله بسرعه جدا خالص. اولا تسلم ايدك على الدونتس، بس تسلميلي يا رب. بس من الاول عايزاكي تنزلي لي حاضر المقادير. عينيا. وكمان كنت في السعوديه كانوا في بنات بيعملوا دونتس بالبطاطس، هي كانت طعمها تحفه جدا. حاضر. بيعملوا ميني دونتس كده بس بيبقى جواها بطاطس، انا جربتها مره من وصفه من على النت بس ما طلعتش مظبوطه. انا عايزاكي حاضر عينيا وتجربيها لنا مره. لا عينيا حاضر هقول لك عليها. تالت حاجة بالنسبة للإتيكيت بقى حضرتك أملت الإتيكيت، أنا عايزة الميني تارت لما بيتقدم المفروض إن هو يتاكل بإيه؟ الميني تارت؟ طبعا لأن هو بيكون ناشف من تحت ومن جوه، طبعا بتبقى الطبقة يعني ما هيش ماسكة نفسها. تمام. فإزاي ده يتاكل بمعلقة بشوكة ولا بيتمسك؟ عينيا حاضر، عينيا الاثنين نورتيني تأمريني أمر. حاضر عينيا الاثنين. حاضر من عيوني اهو كده. شويه افكار بسيطه جدا، دول تشوكليت شيبس برضو شوكولاته وشوكولاته بيضة. طيب نبدا بس في الجليز عشان نجاوب، نرجع تاني نعيد الدونتس من الاول. حاضر عينيا هعيد لكم المقادير بالطريقه بكله. الجليز هاخد الزبده مع اللبن والفانيليا، اللبن والفانيليا اهم، وانزل عليهم بالزبده، وطبعا ايه على البارد يعني الحله مش سخنه مش مسخناها اهو، وبعدين ارفع على النار عشان مش عايزه درجه حراره عاليه قوي. وادي الزبده. المقادير قد ايه؟ كوبايه زبده، ربع كوبايه لبن، معلقه فانيليا صغيره. دلوقتي هينزل عليهم كوبايه شوكولاته مبشوره غامقه خام باللبن براحتكم، وبعدين هينزل عليهم كوبايتين سكر. يبقى ادي اللبن والفانيليا والزبده. اول ما الزبده تختفي يعني ما يبقاش فيه قطع من الزبده كده، خلاص انا مش عايزه هنا اغلي ولا عايزه اقدح الزبده، انا بس عايزاها ايه تبقى سخنه زي ما انتم شايفين كده ودايبه خالص ما فيهاش كتل. ارفع وخليني هنا عشان تبقوا شايفيني، انزل الشوكولاته المبشوره، ده نوع من انواع الجليز يعني ممكن ايه ما تستغنوا عنه خالص، بس ايه عشان برضو نبقى وريناكم افكار كتير اهو. وبعدين اقوم منزله السكر ويكون منخول وانزله واحده واحده. سكر بودره منخول وبنزل واحده واحده، وانا بعيد عن النار مرحله الشوكولاته ومرحله السكر، انا بعيد عن النار واقلب، وبقى عندي جليز للدونتس للكريب للوافلز للتورته اللي يريحكم
وكده عندي الجليز جهز، نحطه على جنب. يا ملك. ملك. الو. هاي. ازيك يا ملك؟ هاي، ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. قولي لي حبيبتي، عايز تسالي على ايه؟ انا مش عايزه اسال، انا عايزه اقول الحمد لله ان شاء الله مصر تكسب النهارده. ان شاء الله يا حبيبتي، يا رب مصر تكسب النهارده، يا رب ان شاء الله يا ملك، ان شاء الله هنكسب باذن الله. عاملين كل احتفالاتنا وجايبين كل الاعلام وعاملين اللي علينا. انا مع الشكر، مع الشكر. مقادير الدونتس، مقادير الدونتس معاكم على الشاشه تاني. عملنا ايه؟ حطينا الاول الدقيق مع البيكنج باودر مع رشه الملح وحطيناهم على جنب. حطينا في العجان السكر مع البيض مع الفانيليا، وبعدين نزلنا عليهم الزبده مكعب مكعب، نص مقدار الدقيق الاول وبعدين الزبده مكعب مكعب وبعدين اللبن وبعدين نص مقدار الدقيق تاني. اوكي، وادي الدونتس اهي، وادي الصغيرين، ما يتسابوش دول، بقول لكم بيبقوا لطاف جدا، بس لازم تغطسوهم كويس قوي في الزيت عشان يستووا كويس. انا اسفه جدا، سرعت كالعاده، مع العذر مع العذر، اسفه اسفه اسفه. اهو، وهاخد دي نقدم عليها التانيين اللي احنا عملناهم بالشوكولاته والجليز اللي احنا جهزناه. انا رفعته من على النار، جهز اهو، ممتاز زي ما قلت لكم. بصوا القوام اهو، ينفع على تورتايه، على ايس كريم، على كريب، على اللي انتوا عايزينه يعني، ممتاز. وبعدين ناخد دول، بسم الله الرحمن الرحيم. للولاد في المدرسة، في اللانش بوكس، عندنا عيد ميلاد، عندنا عزومة، عندنا أصحاب الولاد جايين، مليون حاجة ممكن نستخدمهم فيهم، ولطاف جدا وسرعة جدا، وممكن جدا أعملها وأسيبها ترتاح وأفردها وأقطعها وأسيبها ترتاح بالستريتش في التلاجة يوم يومين، وقت ما الولاد صحابهم يجوا، وقت ما الناس يجوا اقوم على طول الياها ومديها الشوكولاته او السكر ومقدماها. طب احنا عملنا لحد دلوقتي الدونتس السريعه اللي هي بالبيكنج باودر، المقليه في الزيت الغزير، وعملنا الجليز بتاعها وقدمناها بكذا شكل زي ما انتم شايفين كده. هنطلع فاصل ونرجع عشان نعمل نوع تاني من الدونتس اللي هي الدونتس المخبوزه. اطلعوا فاصل وارجعوا لنا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب ده الجليز اللي احنا عملناه مع بعض، قسمته نصين، نص هنا والنص التاني حطيته في السوسيرة للتقديم. عايزه دلوقتي، احنا عملنا مع بعض الجليز، عملنا مع بعض افكار للتقديم بسيطه وسهله جدا وسريعه، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي ابتكار يعني، وعملنا مع بعض الدونتس السريعه اللي بالبيكنج باودر من غير تخمير لكن كانت مقليه. دلوقتي هنعمل مع بعض نوع تاني من الدونتس مخبوز في الفرن. المقادير: 3/4 كوباية من الدقيق الأبيض، ربع كوباية من الكاكاو الخام مش مسكر، ربع كوباية من السكر الأبيض العادي مش البودرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة بيكنج سودا، رشة ملح، ربع كوباية لبن رايب أو لبن عادي أو زبادي. احنا هنستخدم دلوقتي لبن رايب لأن استخدمنا في لبن عادي في الأولانية فيبقى في تغيير. بيضة، معلقة صغيرة فانيليا، معلقة كبيرة زيت، وبعدين الصوص 3/4 كوباية من الشوكلت شيبس معاها ربع كوباية من الكريمة اللباني. أوكي؟ أوكي. طيب أجيب بولة، احط فيها الدقيق، رشه الملح، بيكنج صودا، بيكنج باودر، كاكاو، مش عايزه كاكاو،
هحط بداله دقيق، يعني انا عندي هنا ربع كوبايه كاكاو مش عايزاها، هحط بدلها ربع كوبايه دقيق. اوكي اوكي طيب، ادي دي المقادير الجافه. ونجيب هنا بقى المقادير السايله عشان ما نفضلش رايحين جايين ونضايقكم معانا. هنعمل ايه؟ هنحط هنا السكر معاه البيض معاهم الفانيليا ومعلقه الزيت. اوكي؟ ونضرب دول مع بعض. وبفكركم احنا بنعمل دلوقتي الدونتس المخبوزه، بيض سكر فانيليا والزيت. اللون اتغير وافتح، انزل اللبن الرايب. ما عنديش لبن رايب حطي زبادي، ما عندكيش زبادي حطي لبن عادي. هنا في الدقيق على رشة الملح على البيكنج صودا، بيكنج باودر، كاكاو خام او بدل الكاكاو نفس المقدار من الدقيق. على ايديكوا بالمضرب في العجان اللي يريحكوا. شكرا، نكتفي بهذا القدر. اوكي خلصنا. خلصنا. وبعدين هنقوم جايبين كيس حلواني، كيس تلاجة يكون نظيف، اللي موجود عندكم استخدموه مفيش اي مشكلة، اي حاجة نظيفة وليها بوس كده من غير تيب ولا اي حاجة اهو. سباتيلا نظيفة، اي نعم. بسم الله. الدونتس اللي احنا جهزناها مع بعض، دونتس المخبوزة، البيكت دونتس اهي. وبعدين قالب يا رانيا. الو، ازيك يا رانيا؟ ازيك يا اميره، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. الحمد لله حبيبتي. معلش انا عندي ثلاث اسئله. طبعا اموري. ربنا يخليك. اول حاجه انا عايزه اعمل الباتيه، ودايما بسمع ان لازم يبقى زبده نيوزيلندي، وانا مش عندي، انا عندي اللي هي فرن العاديه، فهينفع ان انا اشدها؟ اي نوع زبده؟ اي نوع زبده؟ اي نوع زبده؟ طبعا. طبعا اي نوع زبده عندك استخدميه. تمام. السؤال الثاني حاجه. كنت عامله من فتره كده الكيك اللي هي بالشوكليت، عايزه مقص يا شباب. وانا ما عنديش كاكاو، انا عندي شوكولاته اللي هي القابله للدهن، فينفع ان انا اعملها ولا ما ينفعش؟ بتسالي على ايه؟ على الكيك؟ على الكيك اللي هو، وكنت حاطه له من فوق شوكليت شيبس، البراونيز. البراونيز. تمام. انا ما عنديش كاكاو، وعندي بالظبط اللي هي الشوكولاته القابله للدهن، وعندي باقي المقادير عادي. لازم يبقى فيها كاكاو ولا ينفع لا عادي بالشوكولاته القابله للدهن؟ اصل انا ممكن ابدل الشوكولاته القابله للدهن بالشوكليت شيبس، بس مش هقدر ابدل الشوكولاته القابله للدهن بالكاكاو لسبب واحد، هتطلع حلوه جدا، مش هتطلع وحشه ابدا، بس هتطلع تشوي قوي، هتطلع طريه جدا، هتطلع بتمضغ قوي. تمام. ينفع؟ ينفع، بس نفس النتيجه؟ لا مش نفس النتيجه عشان بس الامانه يعني، لكن تنفع؟ تنفع. تمام.
اوكي تمام. اخر سؤال بقى طبعا اتفضلي. معاكي معايا؟ لا خالص امورك. دايما لما بنجيب من بره من مكان معين مثلا المندي وكده بيبقى طعم الرز نفسه يعني شارب قوي من الـ من الـ من الـ من اللحمه. هي دي البهارات ولا هو بيسوي اللحمه وبيرجع؟ لا غير البهارات. المندي بعد ما بتسوي الرز وتسوي اللحمه نص تسويه بترجعي تحطيها فوق الرز وتحطي فويل وتخرمي الفويل وتسويهم مع بعض فبتاخد منها فيها. تمام اوكي كده. اوكي كده ميرسي. نورتيني يا رانيا نورتيني حبيبتي. طيب بصوا يا جماعه الدونتس المخبوزه ليها قوالب اللي هي قوالب الدونتس دي اصغر حجم فيهم لحد الحجم الكبير. اوكي حطيناهم في كيس شلنا الطرف بتاع الكيس بالمقص وبعدين نبتدي نحطها في القالب. اي حجم قالب المتوفر عندكم ما عنديش مشكله خالص. انا يعني ده اصغر واحد على سبيل التغيير على سبيل يعني انه للولاد او كده. لكن هل لازم نفس الحجم؟ طبعا لا. اهو ونحط كده وبعدين درجه حراره 180 وعلى الفرن يا مدام روحية مباشرة. ازيك يا أميرة؟ مدام روحية ازاي حضرتك؟ انت عاملة ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بالسلامة. ربنا يكرمك يا رب. بتوحشيني والله يا يا رب يخليكي ما تشوفيش وحش يا رب. البركة في زمايلي واساتذتي. ربنا يكرمك يا مدام روحية. ربنا يخليكي يا أميرة يا رب. وانا بشكرك على الدونت اللي انت عاملاه ده جميل فعلا. الله يخليك يا مدام روحيه. تسلمي لي يا رب كتر خيرك. انا بتصل بيكي عشان اسلم عليكي واشكرك على الدونت اللي انت عاملاه ده. شرف كبير ليا. شكرا على واجب ده شغلي. وبعتذر طبعا ان انا بعمل حلويات. المفروض ابطل اعمل حلويات خالص عشان حمره الخجل والله. بعد وجود استاذتنا نرمين هنو المفروض ان انا ما اعملش حلويات تاني خالص في حياتي. بس معلش انا بعمل الغلابه اللي زيي اهو. بصوا انا بس بطرف ايدي كده نقطه ميه وبنزل الطرف ده كده اهو بس عشان الشكل مش عشان حاجه يعني. هو هيستوي وكل حاجه بس انا مش عايزاه يطلع ايه عنده بوز كده مبوز في وشنا كده. مش عايزين بوز احنا. طيب قبل ما نطلع فاصل يا استاذي العزيز عز ندخل الفرن ممكن؟ استاذي اتفضل معايا. لا اتفضل معايا والله. اتفضل معايا والله. بيتك ومطرحك يعني ما تعملش تكليف يعني. اتفضل. ادي الفرن يا جماعه درجه حراره 180 الرف اللي في النص 8 دقائق وهنطلع الدونتس. للدونتس الصغيره دي من اول 5 دقائق ممكن تبتدي تطلع لحد 8 دقائق. الكبيره من 8 دقائق ل 12 دقيقه. متشكرين. هتطلعوا فاصل وترجعوا نبتدي نشوف هنقدم الدونتس المخبوزه ازاي الفرن اخباره ايه ونعمل مع بعض الصوص بتاع الشوكولاتة الجناش. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. احنا خلصنا ولازم اوريكم اللي طلعت من الفرن واحنا مع بعض عشان تكونوا مطمئنين. بصوا الجمال اهو. خدت قد ايه؟ ما خدتش اكتر من 5 دقايق لان الحجم صغير جدا. اكبر هديها من 7 دقايق ل 9 دقايق 10 دقايق. اكبر هديها من 8 دقايق ل 12 دقيقه مش اكتر من كده. هتطلع تبقى بالشكل ده يا مدام ليلى. يا ليلى ماشي. يا ليلى الو ازيك يا ليلى؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ كله تمام. انت عامله ايه؟ كويسه. احنا بنحبك قوي. انا كمان بحبك قوي يا حبيبتي. ربنا يخليكي. قولي لي كنت عايز اسالك سؤال. انا دلوقتي بعمل الاونيون رينج في البيت. بس المشكله ان هي بتيجي بتفتفت بقى مني. بتفتفت؟ يعني تقصدي الكراست بتقع من عليها؟ حاضر عينيا هقول لك تعملي ايه. عينيا. طيب بصوا دي لازم تقعد تهدى شويه قبل ما نشيلها من القالب. والقالب لازم يكون يا اما مدهون يا اما هو من النوع التفلون اللي ما بيلزقش. لو انا شلتها دلوقتي هتطلع نصين. النص اللي تحت والنص اللي فوق هيطلع في ايدي. فما تجربوش انكم تعملوا الحركه دي دلوقتي. تسيبوها اقل حاجه 5 دقائق وبعدين تبتدوا بالراحه خالص كده بخله سنان تسلكوها وتطلعوها. اوكي دول دونتس مخبوزه في قالب زي ده بالظبط بس الحجم الكبير وعملنا منها نسختين. نسخه شلنا الكاكاو وحطينا نفس مقداره دقيق ابيض والنسخه الثانيه عملناها بالكاكاو زي اللي احنا عملناها هنا مع بعض بالظبط.
اوكي. طيب عايزين نعملها بالجليز اللي احنا عملناه مع بعض. اوكي اهو. ده الجليز اللي احنا عملناه مع بعض قبل ما نطلع فاصل اهو. عايزين تستخدموه؟ ماشي. عايزين تستخدموا الشوكولاتة زي اللي احنا عملناه في المقلي؟ ما اوكي مفيش مشكلة اهو. ماشي. طيب عايزين تعملوا له الجناش، هنعمله برضو مع بعض في كاسرولة. هحط كوباية، ربع كوباية من الكريمة، عليها تلات ارباع كوباية من الشوكولاتة. ده عشان يطلع تقيل جدا، ها؟ لو عايزينه أخف بنزود الكريمة. وهسيبهم لحد ما ياخدوا ويدوا مع بعض، نكون احنا جينا هنا وحطينا شوكولاتة بيضة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. خلي بالنا واحنا بنتعامل، نتعامل بالراحة خالص لأن الدنيا عندي هنا دافية. أنا قصدي إن أنا أستخدمها دافية أولاً عشان طعمها بيبقى أحلى كتير وفريش كده ورائع، ثانياً طبعاً بتاخد كده الحاجة معايا تشربها كده إيه أحسن كتير. بس برضو تعاملوا بإيه بحذر. أهو أدي شوكولاتة بيضة، والناحية التانية حطينا الجليز اللي إحنا كنا عاملينه مع بعض، وعلى النار عملنا الجناش. وناخد هنا اي حاجه عايزين بقى تحطوها يا جماعه، يعني عيشوا حياتكم مفيش مشكله. عندي هنا شويه شوكولاته مبشوره مثلا، شوكولاته خام مبشوره. اوكي اللي انتوا عايزينه هنا. تك تك تك. شكرا. على الحراره ادوب الباقي، ما سيبهاش على النار علشان ما تخرصش مني والشوكولاته تتحرق، ولو اتحرقت مش هنصلحها هتترمي. اوكي فخلاص على سخونيتها، وبصوا بيلمع ازاي ورائع ومش محتاج اي اضافات. انا خلصت على فكره. انت بتزعق لي ليه؟ لا انا حسيت كده ان انت بتزعق لي. انا جالي احساس ان انت بتزعق لي. طيب انا خلصت خلاص، هننقل على الكاتنج بورد على طول. وادي هنا مثلا ممكن ندي شويه شوكليت شيبس بيضه. طبعا 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 استاذتي ومعلمتي وملهمتي، ويشرفني ان اكون بطلع على نفس الشاشه اللي هي بتطلع عليها. نرمين هنو طبعا طبعا استاذتي. هنهزر ولا ايه؟ هنهزر ولا ايه؟ نجيب بقى الكاتنج بورد عشان نقطع لسانكو عليها كده نخلص منكم اهو. طب بصوا انا عايزه اعمل ايه يا حبيبتي، دي حبيبتي وصديقتي ورائعه غاده التلي حبيبتي. طبعا 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 اهو زميلتي وحبيبتي. يلا بصوا بقى، ادي الجناش. انت قاعد معانا مطول يعني ولا مروح ولا وضعك ايه بالظبط؟ انا بقول انت تمشي بعد اهو. لسه سخنه مش عارفه اشيلها، اصبر هتتقطع. طب حاضر طب حاضر. بصوا بقى، طب هجيب بس شياله وانا بشيلهم هقول لك احنا عملنا ايه مع بعض النهارده، ايه رايك؟ عشان بس ايه ما تزعلش نفسك. اسكت بقى شويه. طيب احنا عملنا مع بعض النهارده حلقه مخصوص عن الدونتس السهله السريعه، وتقديمها كمان سهل وسريع، ومقاديرها من البيت. ليه؟ لاننا عملناها بالبيكنج باودر، مش محتاجه انها تخمر، مش محتاجه انها تتساب وقت طويل. عملنا نوعين، عملنا نوع مقلي في الزيت وادينا له سكر بودره وشوكولاته سايحه والكلام ده، وعملنا نوع تاني اللي هو معاكم دلوقتي قدامكم على الشاشه، ده النوع التاني اللي هو المخبوز. عملنا منه نسختين، نسخه بالشوكولاته ونسخه بالفانيليا، وقلنا هايل ان احنا نحطه في اللانش بوكس بتاع الولاد
حطينا معاه نوعين من الجليز عملناهم مع بعض. النوع السهل خالص الجناش اللي هو كريمة وعليها شوكولاتة وسيحناهم مع بعض بدون أي إضافات، والنوع الثاني اللي عملناه مع بعض بالسكر والزبدة والشوكولات شيبس. برضو حاولنا نقدم بأسهل طريقة بأقل إمكانيات عندنا موجودة في البيت، حتى لو شوية سكر بودرة وشوية قرفة. دي كانت حلقتنا النهاردة، حلقة مخصوص عن الدونتس. هودي لكم كمان الدونتس الصغيرة دي، مش قادرة أشيلها عشان ما تتقطعش مني لأنها لسه سخنة جدا، لكن طبعا ممتازة كمان بالذات للولاد. أوكي، معانا وقت يعني أحاول بس لا معناش وقت. طيب اوكي، انا هحاول اطلعها كده، لو قدرت اطلع واحدة او اتنين وانتوا بتصوروا الاكل. بفكركم ان احنا معاكم من الحد للخميس من 4 لـ5 على الهواء. اعادة بتاعتنا بالليل بقت الساعة 2:30 مش واحدة، والاعادة بتاعتنا الصبح الساعة 7 زي ما هي. استنونا.